السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أنيسة كوك. إن شاء الله الوصفة نتاع اليوم تعجبكم وتنال ذوقكم. وصفة بزاف سهلة بالنسبة للمعكرونة، اللي ما يحبوش المعكرونة إليكم وصفة رائعة ستبهركم وتنال إعجابكم ورداقها روعة. أنا اللي ما نحبش المعجنات بهذه الوصفة حبيتها بزاف. دونك أول حاجة واش راح نديرو، ناخدو كسرونة نديرو فيها الماء يغلي أي ملعقة زيت، وكذلك ملح، رشة من الملح أو ملعقة صغيرة من الملح هكا باش كيطيب لكم المكرونه تاعكم ما طيب لكمش مسوسه، باش طيب لكم مالحه من الاحسن وتجيها ما تجيكمش مسوسه. دونك هنا راح نضيف نص ساشي ديال المكرونه اللي بزاف مهمه هنايا بالنسبه للماء. اذا الماء عندكم ديروا ساشي كامل، تقدروا تضيفوا حوالي واحد 5 لترات. هنا ضفت 3 لترات طيبت لي نص ساشي تاع مكرونه، باسكو ما درتش كميه كبيره، لانه اذا حيبين نضيفوا كميه كبيره ضعفوا الكميه تاع الماء وضعفوا المقادير تاعكم. هذه كامل نعرفوها. ثاني حاجه هنايا دائما تحركوها هكا، شغل حركوها المره الاولى باش ما تلصقلكمش. ثاني حاجه واش راح نديروا الخطوه الثانيه، راح ناخذوا من المقله وندوبوا فيها الزيت والزبده. دونك هنا راح نجيب دفت ملعقه زبده، اذا ما عندكمش ما ديروش. راح نضيف هنا ملعقه زيت نباتي وراح ندوب هذيك الزبده تاعنا في المقله بيان سور. كذلك هنا راح نجيب نص حبه بصل قطعتها مكعبات، اذا حيبين تبشروها او كيفاش احنا نقولوا رابيوها راح ترابيوها. راح نضيف كذلك شويه ثوم فص ثوم مع حبه طماطم مبشوره. حبه طماطم مبشوره من الاحسن انها قلت لكم من الاحسن انها تكون مبشوره. اي كذلك هنايا ضيفوا ملعقه طماطم مصبره. انا استعملت هنا ازدهار بيان سور، اذا ما استعملتوش ازدهار ضفت الملح بيان سور. اذا ما استعملتوش ازدهار تقدروا تستعملوا اي نوع اخر، مي اذا استعملتوا الماركه ازدهار ضيفوا ملعقه كبيره راح تكفيكم، لانها بزاف بزاف شغل تجيكم حمراء وبزاف بزاف كونسونطري. دونك كما شفتوا تاني حاجه تضيفوا الملح، الفلفل الكحل. الفلفل الكحل بزاف بزاف مهم في الصلصات ومهم بزاف بزاف كما شفتوا هنايا. انا نحبه بزاف ونحب مذاقه الرائع. هنايا هنايا واش راح ندير، راح نجيب التمريق. بالنسبه كي نقليهم مليح راح نمرق لاصوص تاعنا اللي ضفت لها انا حوالي زوج طيسان من هذه الغلايه. يعني الغلايه عمرتها بالماء، عمرت زوج عمرتها بالماء كما راكم تشوفوا، عمرت هذه بالماء. دونك اذا ما عندكمش هذه استعملوا كيسان زوج كيسان ولا ثلاثه. دونك هنا راح نضيف معدنوس مقطعه مكعبات ولا قطعه صغيره. بالنسبه لهنايا المعدنوس تاعكم استعملوا، يعني ديروها مع الاخر ما نديروهاش مع الاول، تتقلى مع الاخر مع الصلصه تاعكم. هنا المعكرونه تاعنا راهي جهزت ولا طايبه كما راكم تشوفوا، حتى تشوفوها طرات، يعني ما تخلوش يابس لانه كي يبس لكم يجيكم عيان ومذاقو ماشي كاع بنين. دونك شغل تبقى تنحي لكم هذيك ريحه العجينه. هنا راح ناخذ يعني اله يدويه ولا هاديه راح لي اسمها اسمو، المهم هدايا الخلاط اليدوي راح نرحي هذيك لاصوص تاعنا. بيان سور استعملوا نتوما واش عندكم، اذا ما عندكمش البغا فوالا، اذا ما عندكمش البغا تقدروا تستعملوا اي اكيد اي اله متوفره عندكم. دونك هنايا راح قعدت لي خليها تغلي على النار 5 دقائق لا اكثر، يعني 5 دقائق تكفيكم وتجيكم مليحه وتجيكم مذاقها روعه. يعني 5 دقائق حسبوا لها 5 دقائق، انا نخدم كلش بالوقت، حسبوا لها 5 دقائق راح تجيكم هايله. إيه هنايا اخر شيء راح نضيف هذيك المعكرونه تاعنا، راح نجيبها ونجي هذه المعكرونه تاعنا اللي صفيناها راح نضيفها ونخليها تتقلى او عفوا نطيب تغلي لكم كذلك 5 دقائق ونطفي عليها. اي على الاخر اذا حبيتوا تضيفوا لها الجبن ضيفوا لها. دونك هنايا بالنسبه للتقديم قدمتها بشويه معدنوس من الفوق مع شويه فرماج. اي راح ندوقها، ما نقدرش نحكي لكم مذاق تاعها شحال بنين شحال بنين. اي نقول لكم هي طيبه. اشتركوا في القناه باش